2020 نزل فيلم اسمه ذا هانت، فيلم تصنيفه جريمة وأكشن. يبدأ الفيلم بأول شخصية معانا وهي أثينا، هي بتراقب صحابها وهم بيتكلموا في الشارع. فجأة واحد منهم كتب مفيش حاجة أحسن من إننا نخرج للقصر ونصطاد شوية ناس، فردت عليه واحدة منهم وبتقول مش إحنا قلنا محدش هيتكلم عن القصر؟ وبيبدأ المشهد التاني في طيارة، والمضيفة بتروح لراكب فبتقول له تاكل حاجة؟ قال لها عندكوا إيه؟ قالت له عندنا كافيار. قال لها أنا أكلت كافيار إمبارح، عندك إيه تاني؟ قالت له إحنا عندنا مطبخ صغير ما فيهوش حاجات كتير. رأيك أجيب لك شمبانيا؟ قال لها قشطة قوي جدا خالص. راحت جابت الشمبانيا وهي بتبص له بيظهر راجل فجأة فتخضت والشمبانيا اتكبت، والراجل بتاع الشمبانيا بيقول لهم دي واحد صحي. فبيقوم الراجل الكبير بيحاول يهديه وبيقول له أنا دكتور، وبينيمه على الأرض وبياخد القلم من المضيفة وبيقول له أنت صحيت قبل ما عادك، بيغزه في القلم في رقبته بس الراجل ما ماتش. وبعدين بتدخل أثينا وفي إيديها جزمة بكعب وبتقبض في وشه بيها وبتشد الجزمة فبتطلع بعينه. فالناس اللي في الطيارة قالوا لها بالراحة إحنا لسه ما بدأناش، قالت لهم بكل برود الحرب حرب. وبعدين الدكتور بيشد الراجل بيرجعه الاوضه وكان لسه في وعيه، فيبص جنبه فبيلاقي بنته بيقول لها ساعديني، بس هي كانت في 7 نوم. بعدها بشويه بتصحى البنت بتلاقي نفسها بره الطياره في مكان اخضر واسع وبقها متكمم، وبعدين بتقف بتلاقي واحده ثانيه برضه بقها متكمم فبتحاول تنده لها بس ما تردش عليها. بص الناحيه الثانيه وبتلاقي راجل ماشي، بتقوم ماشي وراه، وبعدين بتلاقي صندوق كبير وكذا واحد رايح في اتجاهه، وبعدين واحد فيهم قرب وحاول يفتحه فالباقيين خافوا وجروا. وبعدين الراجل بيفتح الصندوق خلاص كله بيبص ومترقب ايه اللي هيحصل. في الاخر طلع منه خنزير صغير، وبعدين بيقرب من الصندوق تاني وبيحاول يشوف لو في حاجه تانية، وبيمد ايده طلعت ترسانة اسلحه، فالناس كلهم بيجروا عليها ما عدا البنت دي كانت بتقرب بحذر شديد. وبعدين وهي ماشيه لقيت صندوق تاني مغروس في الارض وعليه مفتاح، تاخد المفتاح وبتروح تفتح البتاع اللي في بقهم، وبعدين بتروح لواحد شبه كنتاكي فبيديها مسدس فبتقول له انها مش بتعرف تخدمه. فكنتاكي بيقول لها تعرفي تعملي باصبعك كده؟ قالت له اه اعرف. قال لها بيبقى بتعرفي تضغطي على الزر. فبتروح بعيد بتحاول تجرب، فبيروح لها توم كروز الغلابه وبيحاول يعلق. فجاه بيتضرب عليهم نار وبيستخبوا كلهم، بس البنت دي ما استخبتش كويس فخدت واحده هيد شوت، وبعدين كلهم بيحاولوا يهربوا، منهم اللي اتقتل واللي وقع في حفره مليانه خوازيق. وفي الاخر وصل واحد منهم وصل عند السجن، وفجاه بيسمع صوت حد جاي من وراه وبيلف بيلاقي واحد من المجموعه اللي كانت معاه، وبعدين بيجي 2 تانيين وبيحاولوا يطلعوا على السجن كلهم، بيعدوا الناحيه الثانيه مع هذا الراجل العجوز اكل سهم وهو بيطلع عارف انه كده كده قام عامل حته احمد السقا كده قال لهم اهربوا انتوا، وبيطلع يجري زي الهبل. وطبعا في الاخر الثلاثه الباقيين بيفضلوا يجروا لحد ما لقوا بنزينه، دخلوها لقوا جواها راجل وست كبار جدا، فكروا ان الثلاثه عايزين يسرقوهم. فالراجل اللي معاه المسدس قال لهم انا مش عاوز فلوس، انا عايز اعرف انا فين. فالست قالت له احنا في ولايه اركنساس، وبعدين قال لهم انا عايز تليفون واتصل بالطوارئ، وبيقول لهم انهم مطاردين وفي ناس بتطاردهم. واثناء المكالمه البنت اللي معاهم اكلت بسكوت وبيطلع مسمم، لف وش الراجل لقى الاثنين العواجيز لابسين اقنعة والست رمت قنبله غاز، حاجه طلع البندقيه وفرتك الراجل. وبعد ما الثلاثه ماتوا تفتح الشفاط علشان الغاز يخرج وينضفوا الفوضى، وبعدين جالهم مكالمه لاسلكي ان في واحده جايه لهم. وبعدين دخلت الست دي وبيكون اسمها كريستال، وطلبت علبه سجاير ونزلت تجيب الفلوس الاحتياطي عشان محفظتها ضاعت، وسالتهم عن المكان اللي هي فيه. الست ردت عليها وهي بتجيب الباقي، كريستال لاحظت ان في غلط في الحساب بالنسبه لسعر المدينه، فبتخبط الست وتنط الناحيه الثانيه، جابت البندقيه وبتفرتك الراجل وبتقول للست السجاير في اركنساس $1 بس، وبتضربها بالنار. وبعدين بتاخد جوله في المكان كده وخدت رصاص وولعت الجاكيت وخرجت من البنزينه، ولما بتطلع من البنزينه بتلاقي عربيه وبتقرب منها وبتلاقي لوحه النمره مزيفه وتحتها النمره الاصليه، وبعدين بتلاقي سلك متوصل بقنبله في العربيه من تحت. وفي نفس الوقت سمعت الناس بيتكلموا في اللاسلكي فخدته واستخبت في الزرع. في واحده منهم بتسال عن الاثنين الكبار اللي في البنزينه، فقالت لواحد معاها يبعت درون يشوفهم. وفي وقت ما كان الدرون رايح ناحيه البنزينه حد ضرب الدرون بالنار، وطلع الراجل ده اللي اسمه جاري بيروح ناحيه العربيه فكريستال بتطلع له، فالراجل رفع عليها السلاح. كريستال قالت له ان العربيه مفخخ وانه عرفهم بمكانهم لما ضربوا الدرون وانه لازم يتحركوا حالا. فبيروحوا على السكه الحديد وهم ماشيين، جاري بيقول لها ان اللي بيحاولوا يصطادوهم دول ناس اغنياء علمانيين بيجيبوا ناس من عامه الشعب بيعملوا فيهم كده كل سنه. واثناء الكلام كريستال سمعت صوت قطر جاي، فقالت له اجري عشان نركب القطر ده. ولما ركبوا لقوا عرب مهاجرين، وبيشوف جاري انهم مش مهاجرين حقيقيين وانهم مع العصابه اللي خطفوهم، بس كريستال ما صدقتهوش وفي الاخر سابوا المهاجرين. فجاه القطر وقف والجيش بيروح ناحيتهم. بهدوء كريستال وجاري خبوا الاسلحه ونزلوا هم والمهاجرين. وبعدين جاري بيروح للضابط بيقول له ان دول امريكان مش مهاجرين حقيقيين، وضباط مش بيتكلموا انجليزي عشان كده ما فهموش حاجه من اللي هو بيقول. وهنا بيتدخل واحد المفروض انه كان من المهاجرين، بس طلع امريكي بيقول لجاري ان المهاجرين دول حقيقيين وانه اندمج وسطهم وان القطر المفروض
المفروض ما كانش يقف، وبيقول له ان لازم يهدى. فجاري بيتعصب وبيهاجم الراجل ويزقه على الارض، وقام جاب قنبله من شنطته حاططها له في البنطلون، والناس كلها طلعت تجري، والراجل بيحاول يطلع القنبله بس ما لحقش وقام منفجر. وبعدها كريستال واللي معاها ركبوا العربيه وراحوا على معسكر المهاجرين. نزلت من العربيه ودخلت عند القائد بتاعهم وبدا يسالها عن اوراقها، فسالته عن المكان اللي هي فيه. فالظبط راح وبتبدا تخمن لحد ما عرفت انها في كوبا، وبعدين طلبت منه يتصل بالسفاره. القائد بيسالها انت مطارده؟ كريستال بتغرب وبتقول له مين قال اني مطارده؟ قال لها دون. بتقول له مين دون؟ فالقائد بيبعت يجيبه وبيطلع كنتاكي اللي كان معاها في المزاريطه، وبيخرجوا الاثنين وبيجيب اكل ويقعد. بيفضل دون يتكلم عن الناس اللي خطفوهم زي جاري، واخيرا بيجي لهم واحد من السفاره عشان يوديهم هناك. وفي الطريق الراجل بيمشي بيهم ناحيه الغابه، ودون بيفضل يتكلم معاه عن اللي حصل. الراجل بتاع السفاره بيكون مش مصدق، بيقول لهم انه هيتصل بقسم الولايه عشان يجي لهم دعم عسكري. فكريستال حست من كلامه ان في حاجه غلط، فبتضرب الراجل وبتوقعه من العربيه وبترجع بالعربيه وبتدوس عليه. ودون بيصرخ وبيقول لها حرام عليكي، ده اللي كان هيودينا البيت. وبعدين كريستال بتفتح شنطه العربيه بتلاقي جاري معاه، فكنتاكي بتصدم بيقول لها احنا معانا عربيه يلا نمشي. كريستال بتقول له لا، وانها هتروح تنتقم من الجماعه اللي عملوا فيهم كده. وبعدين بتظهر الجماعه لاول مره، وواحد فيهم بيسال عن الراجل اللي اخذ كريستال وكنتاكي، بيقول انه اتاخر. وبعدين بيفضلوا يرغوا لحد ما اثينا بتقول لهم في اللاسلكي اخرسوا شويه، وبيطلع واحد فيهم يفك زنقه. طب يظهر كنتاكي وفي ايده خنزير وبيحاول يلهيه، وبتيجي كريستال من وراه من غير ما تسمي قامت جايبه رقبه. وبعدين واحد منهم بيسمع صوت وبيقول لهم جهزوا نفسكم، حد جاري وبيسمع صوت الفخاخ، وفي الاخر بيطلع الخندق. فبيتخضوا كلهم وبيقتلوه، وبتطلع كريستال وبتفتح عليهم النار وبتضرب واحد ظهره وهو بيحاول يهرب، وبتضرب الحارس بتاعهم وبتلف وشها وبيضرب عليها سهم بس مش بيصيبها، فبتاخد سهم من على الارض وتغز الست بيه. بتلف فبتلاقي راجل قاعد وبينهم سلاح، فبتعمل واحده سوبلكس كده وبتاخد السلاح وبتوجهه عليه. قام الراجل شادد الخزنه، السلاح بيكون لسه فيه رصاصه، وبتقتله بيها. بتروح عند الفتحه بتلاقي واحد بيحاول يهرب فبتقتله. وبعدين وهي بتلف واحد خبطها وبيطلع الحارس، بيطلع لسه عليه بيحاول يخنقها، فبتشيل ايده وبتتعلق في السقف وبرجليها الاثنين في وشه، وبتجيب ماسوره من السقف وبتضربه بيها. وبعدين بتجيب السلاح من على الارض وبتقتل السلاح. وبيظهر كنتاكي فجاه، وكريستال بتقول له شكرا على المساعده. وبعدين اثينا بتنده لكنتاكي في اللاسلكي، بتساله انت مسكتها؟ فكريستال بيظهر على وشها علامات اتهام، وبيرفعوا السلاح على بعض. وكريستال بتقول له رد عليها، يرد عليها كنتاكي بيقول لها مين معايا؟ قالت له وصل السعبه. كل حاجه اتكشفت، فكنتاكي قال لكريستال انا ما اعرفش مين دي، دول بيلعبوا بيكي. واثينا بتقول له اقتلها، وكريستال بتقول له ارمي السلاح، فرفع السلاح فبتقتله كريستال. وبعد كده يموت كنتاكي بس اسمه هيفضل عايش معاه. وبعدين اثينا تنده على كنتاكي، فكريستال قالت لها دون ما ردت عليها اثينا احسن لك تحاولي تمسكيني. فبتقعد كريستال جنب الحارس وبيكون لسه ما ماتش، قالوا عن مكان اثينا، بيقول لها بعد كده بعد كذا محاوله وبعد كده بتقتل. وبعدين بنرجع بالزمن سنه وبنروح مكتب اثينا، بيكون في اتنين من الشركه مستنيينها وبيتكلموا عن الرساله اللي وصلت لها عن موضوع الصيد. فبتقول لهم انها كانت هزار، فبيقول لها ان في ناس مصدقين الموضوع في اثينا، بس الراجل بيكون مصمم على كلامه وبيقول ان الموضوع ده عباره عن كذب، وانها المفروض تتنازل عن المنصب بعد اللي حصل. بدل ما تضطرب فبتطلب تعرف الناس اللي عملت نظريه المؤامره عن الصيد بتاعها. وبنرجع 8 شهور قبل الصيد، والجماعه قاعدين مع بعض بيختاروا الناس اللي هيصيدوهم، وفجاه بيعرضوا صوره كنتال، والراجل اللي بيعرض الصوره بيقول لها رايها عن اثينا والمقال اللي كتبتها. فاثينا مش بيعجبها الكلام، وبتقرر وقتها ان كريستال عدوتها ولازم تنتقم منها. وبعدين بنرجع للحاضر وبنلاقي كريستال بتمشي ناحيه القصر بتاع اثينا، واثينا مكلمها من على البوابه وبتقول لها انها لو ما سلمتش سلاح هتفعل المتفجرات اللي تحت رجليها. كريستال بتسيب السلاح وبتدخل، ولما بتدخل بتسمع صوت موسيقى تمشي بحذر في البيت، وبتشوف صورتها وهي والناس اللي كانوا مع اثينا بتكون مستنياها في المطبخ وبتحضر. واول ما بتشوفها بتسالها ان كانت قتلت كنتاكي، بس مش بتقول لها اذا كان واحد منهم ولا لا. كريستال ما بيكونش عندها فكره اثينا تبقى مين، ولا اثينا بتكون عارفه كريستال ولا شافتها قبل كده غير في صور، فبتسالها هي عملت ليه كده. اثينا بتقول لها انتوا السبب، انتوا اللي طلعتوها في دماغي بعد ما خدت شغلي لما حكمتوا عليا غلط من الاول، بس اللي اكتشفته بعدين ان كنت عايز اقتل ثانيه غيرك، وهي اللي مسكت نظريه المؤامره، وانت جيتي غلط بسبب تشابه الاسماء. وبعد ما كريستال بتفهم كل حاجه بتاخد سكين عشان تقتلها، وبيفضلوا يضربوا في بعض شويه. كريستال بتحذف اثينا باي حاجه تلاقيها في وشها، وبتحذفها بازازه شامبانيا غاليه، بس اثينا بتلحقها وكريستال بتضربها وبتزقها عند الدفايه، بس اثينا بتقوم وتمسك البندقيه وتطلع لكريستال، والاثنين بيتخانقوا على السلاح، بس كريستال بتزقها من على السلالم وتنط اثينا بتروح تاخد الكينه وتضرب بيها كريستال، وفضلوا يضربوا في بعض شويه لحد ما بيوصلوا للمطبخ تاني، واثينا بتضرب كريستال بفتحه الخضار، واثينا ساعتها بتموت. وبعدين كريستال بتقوم وبتاكل سندوتش فبتلاقيه في وشها، بتقفل الجرح بتاعها وبتنضف، بتروح تلبس هدوم من عند اثينا، وبتاخد ازازه الشمبانيا وتطلع بره، بتلاقي طياره اثينا واقفه بره، ولما بتدخل بتقول للمضيفه والكابتن انها قتلت، وبتهددهم بالسلاح اللي
بيكلماها عشان يودوها بيتها، وبتقعد ترتاح لحد ما المضيفة بتحضر لها أكل وشمبانيا وكريستال، بتخلي المضيفة تاكل وتشرب معاها. وكده يكون خلص من النهاردة. لو عجبك الفيديو شارك في القناة، فعل زر الجرس، فعل زر الجرس ده أكيد عشان تشوف كل جديد. أشوفكم على خير.